ازيكم يا كيجوان؟ النهاردة جاية ومعايا حرف جديد من حروف اللغة العربية اسمه حرف الهاء. حرف الهاء يا كيجوان في أول الكلمة عامل زي الهرم وفارد إيده على السطر. طيب وفي نص الكلمة عامل زي الفيونكة، نصف دائرة فوق ونصف دائرة لتحت، وفي آخر الكلمة عامل زي الدائرة الصغيرة قاعدة على السطر. طيب تعالوا نشوف يا أصحابي، حرف الهاء فوقيه فتحة صوته ها، وحرف الهاء فوقيه ضمة صوته هو هو. طب حرف الهاء تحتها كسرة صوتها هي هي. طب حرف الهاء فوقيها سكون ها. طب تعالوا نشوف يا أصحابي أصحاب حرف الهاء، ها هدية، ها هدية، هو هدهد، هي هلال. يلا بينا يا أصحابي نشوف أصحاب حرف الهاء تاني مع بعض، ها هاتف، ها هرم، هو هدهد، هي هلال. تعالوا نشوف يا أصحابي هنكتب حرف ازاي الهاء مع بعض، تعالوا يلا بينا نشوف. ودلوقتي يا كي جون هنكتب مع بعض حرف الهاء. حرف الهاء عنده ثلاث أشكال، في أول الكلمة أنزل ألف أعمل دائرة وأنزل أعمل إيد مفرودة على السطر، في نصف الكلمة الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده بيشدوا حرف الهاء وبقى شبه الفيونكة، أمشي أعمل دائرة لفوق أنزل أعمل دائرة لتحت وأمشي أعمل لها إيد مفرودة على السطر. طب وفي آخر الكلمة دائرة صغيرة قاعدة على السطر. طيب تعالوا نشوف حرف الهاء فوقي فتحة صوتها ها ها، حرف الهاء فوقيها ضمة هو هو، حرف الهاء تحتيها كسرة هي هي، حرف الهاء عليها سكون ه ه. تعالوا نشوف حرف الهاء في أول الكلمة هيكتب ازاي، أنزل ألف أطلع أقفل أعمل دائرة وأمشي إيد مفرودة على السطر، تاني أنزل ألف أخبط في السطر أعمل دائرة وأنزل أعمل إيد مفرودة على السطر، وده يبقى حرف الهاء اللي في أول الكلمة. طب حرف الهاء اللي في آخر الكلمة شبه الدائرة الصغيرة، أقف عند النقطة ألف ألف أنزل أخبط في السطر أمشي أطلع تاني أخبط عند النقطة، تاني أنزل أمشي أخبط السطر سنة صغيرة وبعدين أطلع أقفل الدائرة تاني، وده يا كي جوان يبقى حرف الهاء اللي في آخر الكلمة. مع السلامة وأشوفكم في فيديو جديد.